بصفتك ادم مخبر عندنا واكيد خبرتك دي اللي هتفيد نفسك فيك. انا ابن الداخليه يا فندم وفي التفكير لا يقعد علي. علشان كده هتكون معايا ضمن الفريق المكلف بالقضيه الجديده، هتكون عامل اساسي، عليك مهمات صعبه. صباح الخير يا شيخ باشا. صباح الخير يا حسام، اتفضل اقعد. هي غرباوي حسام، الغرباوي هيكون معايا ضمن فريق التحريات. هي ايه الحكايه يا فندم؟ مجمع كليات، في مجموعه من الطلبه هناك بيوزعوا مخدرات. جوه الجامعه يا فندم؟ اكيد في حد مشغلهم يا فندم. ايوه، حد خبره قوي ومسك خيوط اللعبه في ايده. وده هيطلع مين يا فندم؟ هي دي مهمتنا يا حسام. طب واحنا عندنا مصدر معلومات يؤكد ببيع المخدرات في الجامعه؟ في بنت جات لي من الجامعه النهارده، قالت لي ان في ولاد وبنات بيستغلوا فقر بعض الطلبه ويغرمهم بالفلوس عشان يوزعوا مخدرات. مين البنت دي سعادتك؟ بنت على قد حالها، رفضت اغراءات كتير وهي طالبه معاها. واحنا عندنا معلومات متوفره تقدر تفيدنا في خط سير القضيه؟ هو ده اللي عايزين نعرفه يا حسام. من دلوقتي عايزين نجمع معلومات عن الراس الكبيره، لازم نقبض عليه متلبس. يا ولاد الايه؟ بتستغلوا فقر الشباب الجامعي وتخليه يشتغل في الممنوعات. من كل الله. يا زينب. ايوه يا بابا. انت فين يا بنتي؟ انا هو قاعده بذاكر. انت فين يا حبيبتي؟ اتفضل. تعالي يا نور قلبي. ايوه ايوه. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله يا بابا تمام. عامله ايه في الكليه يا بنتي؟ الحمد لله، بنتك اشطر واحده في الكليه. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويحرسك يا زينب. ربنا يخليك يا بنتي، ربنا يخليك. انا هنزل بقى يا بابا، عايز حاجه؟ ايوه يا بنتي، بس اصبري شويه يا زينب، نقعد مع بعض شويه يا حبيبتي. طمنيني عليك يا زينب، عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا كويس. يا بنتي عايزك تاخدي بالك من نفسك، لان انت نور قلبي يا زينب. بعد ما فقدت بصري يا بنتي انت نور قلبي، عايزك تخلي بالك وما تعرفيش حد وحش ابدا، فاهماني يا زينب؟ حاضر. ابدا يا زينب. ايوه يا بنتي، وانت يعني اكيد قابلتي يعني ناس وحشين يا زينب، مش كده ولا انا غلطان؟ لا يا بابا مش غلطان، فعلا الناس بقت وحشه جدا، بس انت عارف بنتك جدعه ازاي؟ اكيد يا زينب. تخيل يا بابا، تخيل ان في بنت زميلتي في الكليه عزمت عليا بحاجات حاجات وحشه قوي. ايه؟ عزمت ايه يا زينب؟ بتقولي عزمت عليكي؟ ما تشغلش بالك يا بابا. عزمت عليكي بايه بس يا زينب؟ في ايه يا بابا مالك؟ في ايه؟ قولي لي يا بنتي، قولي لي عزمت عليكي بايه؟ عزمت عليا بحبايه، قالت لي يعني عشان تخليكي سعيده ومبسوطه، وكانت مصره قوي. حبايه؟ البنت دي اسمها ايه؟ قولي لي. يا بابا خلاص، انا وقفتها عند حدها وهي عمرها ما تقدر تعمل كده تاني. خلاص بقى يا بابا، انت عارف بنتك يعني مش اي حد ياثر عليها. يا زينب يا زينب انا بخاف عليكي يا بنتي، يا زينب انا بخاف عليكي يا بنتي. انت نور قلبي يا بنتي، انت نور قلبي، اسمعيني يا بنتي يا حبيبتي، انت ايدي اللي بمشي بيها وبتحرك بيها يا زينب. زينب بالله عليكي يا زينب، اوعي يا بنتي اوعي تاخدي من حد حاجه. المره دي اديتها لك هديه، المره الجايه هتبوسي ايديها عشان تشتريها منها. بخاف عليكي يا زينب، يا زينب اوعي اوعي يا بنتي، اوعي تسمعي كلام حد يا زينب، بالله عليكي يا زينب يا حبيبتي. حاضر يا بابا، ربنا يستر. بابا صح، انا هطلع من الكلية على الشغل. ها ربنا يقويك يا بنتي، خلي بالك على نفسك. ربنا تامر، انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه دايما بتحاول تهرب مني؟ حتى عينك لما بتيجي في عينيا بتغيرها وتبص في اتجاه تاني. ليه يا دنيا بتقولي كده؟ احنا اصدقاء وزملاء. اصدقاء؟ اصدقاء وبس؟ اعتقد ان انا كنت فاهمه حاجه تانيه خالص يا تاني. احنا مشروع حاجه جميله قوي بنكونها انا وانت وبس. ايه بقى اللي اتغير؟ جاوبني انت على السؤال ده. عايزين اجاوبك على السؤال ده؟ حاضر. اعتقد ان الانسان لازم يعرف حجم نفسه ويكون واقعي شويه، لان الاحلام الورديه ما بتدومش، خصوصا اذا كان في فرق ما بين الطبقتين، وبرضه هنفضل اصدقاء. طب وكلامك ليه ونظراتك ورومانسيتك ليه ما كانوش بيقولوا كده؟ انا بعاملك من منطلق صديقه عزيزه، علشان كده بخاف عليكي. تامر انا كنت متهيألي حاجه تانيه خالص. لا لا لا، لازم تعيش الواقع، مش كل الكلام بيتفهم انه حب. الحب تكافؤ ما بين المستوى الاسري والمادي والتعليمي، وانت يا دنيا اتولدتي وفي بقك معلقه دهب، اللي بتعزيه بتلاقيه قدامك،
وانا بقى بعتبر نفسي من الطبقه المتوسطه، يعني لازم اتعب عشان الاقي اللي انا عايزه. انا ما اقبلش ابدا اكون كده يا دنيا. انا لما اختار واحده زيك لازم اتعب واوصل علشانها عشان اكون جدير بيها. وانا مش هفقد الامل يا تامر ومش حاسس، عشان انت عندي حاجه كبيره قوي. اتفضلي. مالك انت تعبانة؟ لا يا بنتي مش تعبانة ولا حاجة، انا مبسوطة جدا. لا ما هو واضح بصراحة. نرمين ازاي؟ الحمد لله يا سلمى، بس مش عارفة دنيا مالها. دنيا مش معانا، دنيا في ملكوت تاني. واحنا هنسيبها كده تدمر نفسها؟ واحنا هنعمل لها ايه؟ هي حابة تكون كده. وهبتجيب الزفت ده منين؟ من سماح طبعا. ويا سماح انت هتبطل تأذي زمايلنا. المشكله مش عن سماح، المشكله في اصحاب النفوس الضعيفه. سلوى احنا لازم يبقى لنا موقف، لازم نعمل جبهه مقاومه ضد القرف ده. كل واحد فينا يا سلوى ليه نقطه ضعف واحتياج، وهي دي بتكون الثغره اللي سماح وامثالها بيدخلوا لزمايلنا سواء ولد او بنت. انت تعرفي ان سماح حاولت تستغل فقر زينب واغرتها بالفلوس عشان تشتغل معاها، بس زينب رفضت رغم احتياجها. احنا ايش ضمننا بقى ان كل الشخصيات شبه شخصيه زينب؟ صباح الخير. صباح النور. اشربوا ايه بقى؟ اتنين شاي. اتنين شاي. وانا اشربي ايه؟ اشربي اي حاجة. اي حاجة. صباح الخير يا جماعة. يا دنيا ما تكون سماح. عايز ايه من سماح يا شيخ؟ لا كان في واحد صاحبي عايزها. تسأل دنيا عليها ليه؟ يعني عشان دنيا صاحبتها وكده هتبقى عارفة هي فين. واضح ان في حاجات كتير قوي بتحصل واحنا مش اخدين بالنا منها. تعرف الراجل المشي ده؟ لا ده والد طالب عندنا هنا وجاي يطمن على بنته. لا كان بيبص لنا قوي. لا استاذ ما انت عارف خايف على بنته وعايز يعرف ده قدام عينه اجيب لك اكشن. لا مش دلوقتي. يلا يا بنتي عشان الحلقه. يا بنتي استني بس عشان نشوف دنيا هنعمل ايه. لا 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 انا خلصت محاضراتي، سيبوني انا قاعد معاك. ماشي. زعبلاوي اقعد يا زعبلاوي تعال اطلع تعال. غرباوي يا عم. غرباوي. ايوه يا سيدي. انت غرباوي الله يكرمك. عامل ايه يا غرباوي؟ انا شايفك كده صوتك كده سامع انه مش حلو. في كام قضيه كده شغلني بدور على حل ليهم. ما انت عارف ان كل الاسم كله على دماغي. انا عارف يا اخويا غرباوي انت الاسم كله انت شايله على راسك، بس يعني لو كان كده يعني في حاجه اقدر يعني احلها معاك قول لي. احكي لك. احكي لك في اسرار الشغل ولا ايه؟ هي في اسرار الدنيا يا غرباوي؟ في طبعا دي اسرار شغل. الله. وبطل بقى لا مؤاخذه رغي بقى واشرب لنا اتنين شاي نشربوهم. ده انت حاجه صعب يا غلع. يالا ادي اتنين شاي والغرباوي. ايوه غرباوي. يا غرباوي. ايوه يا باشا. بس ما وراكش الشغل قاعد على القهوه. نريح شويه يا باشا. أصلاً بلم شوية خطوط كده للقضية. ها؟ شوية خطوط للقضية من هنا وهناك. لبستني العمة أنت كده غرباوي. طب بقول لك إيه؟ أيوه باشا. اللي أقول لك عليه بس هو اللي تعمله. وصل ما تشتغلش من دماغك. وصل يا باشا، وصل يا باشا. يا زينب يا بنتي. لا قولي لي يا زينب ايه اخبار البنت دي اللي اخلاقها وحشه دي اللي انت يعني كنت قلتي لي عليها؟ يا بابا يا بابا انا ما بتكلمش معاها كتير وماليش كلام معاها ما تقلقش. ايوه يا زينب الله ينور عليك يا بنتي الله ينور عليك. الاشخاص اللي زي دول ما تعرفهمش ابدا، فاهماني يا زينب؟ ما تقلقش يا بابا انا ماليش دعوه بيها اصلا. ايوه كويس كويس يا زينب. الا البنت دي قلتي لي بتبيع ايه؟
ممنوعات يا بابا، ممنوعات من الطلبة. ممنوعات؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ربنا يكفينا شر الممنوعات يا بنتي ويكفيكي شرها. وبنتي دي ما تختلطيش بيها تاني يا زين، سامعاني؟ ما تقلقش يا بابا، انا مش عايزاك اصلا تشغل دماغك بالموضوع ده خالص. خلاص يا زينب يا بنتي، ربنا يسترها معاكي ويحميكي يا بنتي ويحرسك انت واللي زيك، وربنا يأذي المؤذي اللي بيأذي الناس كلها يا زينب. ربنا يأذيه يا بنتي، ربنا يأذيه، ربنا يأذيه يا بنتي. عشان كده غليت. ايوه بكام يعني؟ الحبايه ب 150 جنيه بس. طب بصي، خدي خدي دول 300 جنيه وهاتي حبايتين. سهره سعيده يا حبيبتي. سعيده. طب وهي تيجي منين السعاده؟ يلا اخد الحبايتين دول واروح اقعد في الفرندا واطير عادي، وحنسى كل الناس حتى انت يا تامر حنسي. ايه يا ست سماح، احنا من شيكك ومن لبسك ومن هندمك وبنديك كل اللي انت عاوزاه انت والرجالة اللي معاك، ومع ذلك مؤشر البيع في النازل يا سماح. ده بالاضافه انك انت عايزه تجندي برضو شويه يشتغلوا معاك، انا ما عنديش مانع، انا ما عنديش اي مانع عشان نوسع العمليه، مفيش مشكله خالص، بس البضاعه متلتله عندي يا سماح. العمليه مش سهله يا بص، الموضوع صعب شويه. اطمن يا باشا كله هيبقى زي الفل. يقول لي اطمن يا باشا، انا مش عايز لا شعره ولا مجندلين، انا عايز الشغل هو اللي يتكلم، انتوا فاهمين ولا لا؟ الكسول والجبان بلوش مكان هنا معانا، انتوا فاهمين؟ حاضر يا ريس، بس سيب لنا الفرصه وهنكون عند حسن ظن. وبعدين يا سماح، عايزك تنشني على اولاد الناس، واللي حب وما طالش وعاوز ينسى تمام، ولو عايزه تشغلي حد من الزملاء لازم تركزي على نقط الضعف اللي عنده. محتاجه فلوس، محتاجه تتمنجه، محتاجه تتشيك، هي دي نقطه الذكاء في الشغل يا سماح. وبعدين برضو عايزك تحسسيهم ان انت السند ليهم. في بنت فقيره جدا حاولت اثر عليها رغم ان حالتها كحيتي وابوها ضرير ومش لاقي يلاضه، حاولت اكتر من مره، قال ايه ضميرها بينقح عليها. البنت دي اسمها ايه؟ زينب. زينب؟ اه. طب يا سماح، ما تحاوليش تكرري الموضوع ده معاها تاني، بعدين البنت دي يعني تضعف ولا حاجه وتدلع علينا البوليس. لا يا بص، انا ماسكه عليها حاجات ما تقدرش تتكلم. ايه؟ ماسكه ايه؟ ماسكه حاجات. ايه الحاجات دي؟ يعني بشحتها هدومي القديمة اللي ما بستخدمهاش. اي نعم بتعذبني لحد ما تقبلها. اه طيب 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 يا سماح. طيب عموما يا جماعة، احنا خلصنا اجتماع دلوقتي، وان شاء الله لو احتجتي اي حاجة وبتصلي بالجنجي، والجنجي هيبقى يكلمني وانا هبعت لك اللي انت عايزاه. ماشي يا سماح؟ ماشي يا بص. ماشي اتفضل. ايه مشغوله في ايه؟ مفيش يا ادهم، بفكر في زمايلنا. انت عارف ان كلهم بيحكوا لي مشاكلهم كاني مامتهم، مع ان نفس الواحد. وايه الجديد؟ واضح ان في مشكله شغلاكي ومستعوذه على كل تفكيري. على فكره ده الشيء اللي بيعجبني فيك. سماح يا سيدي صاحبتنا وزميلتنا في الكليه، انا نيه ومش بتفكر في مصلحتها وبس. اه عشان مستهتره يعني ولا عشان حاجه تانيه؟ لا عشان حاجه تانيه. انت عارفها يا ادهم بتشتغل في حاجات غريبه وبتشتغل لحساب ناس كبيره قوي. طب ما نبلغ عنهم الشرطه وهي اللي تحقق معاها، وبكده نعرف هي بتشتغل لحساب مين. على فكره اهل سماح مظبوطه بصته جدا وعلى قد حالهم، وكمان هي وحيده مامتها وباباها. خلاص نحاول ننصحها ونكلمها. على فكره انا حاولت كتير، هي انكرت وبكت وحلفت لي ان هي مظلومه. خلاص يبقى دورنا ان احنا ننشر الوعي بين الزملاء وخصوصا الطلبه المستجدين، عشان مفيش حد يقع تحت تاثير اي عنصر يحاول يخليه ياخد اي مواد او حبوب تاثر على وعيه. مساء الخير يا جماعه. مساء النور.
سلوى احنا لازم نعمل فورا حمله في الجامعه كلها تحت شعار لا للمخدرات. فعلا المخدرات والحبوب المغيره الوعي انتشر بطريقه مفيده قوي في الجامعه، لازم نعمل حاجه. خلاص يبقى دورنا لازم يكون مؤثر ونمسك مجموعه مجموعه ونوعيهم ونفهمهم ازاي يقاوموا اي اغراءات مهما كانت. خلاص واحنا مستنيين ايه؟ ندور على مجموعه متطوعه من الشباب ونحاول تساعدهم. ماشي يا سلوى، لازم نبدا فورا ولازم ننجح. سماح، انت ليه مصره تستمر في الطريق الغلط اللي انت ماشيه فيه ده؟ اي طريق ده؟ توزيعك للهباب اللي الطلبه بيتعاطوه. والله انا ما بضربش حد على ايده، الضعيف هو اللي بيلجا علشان ينسى او يهرب من الواقع. هو انت عشان وحيده وما عندكيش اخوات؟ بالله عليكي لو كان عندك اخ او اخت كنت هترضي تعاطوا القرف ده؟ يزيد الفقر وقله الحيله بيموتوا المشاعر والقلب كمان. لما تلاقي اب مشلول ومعاشه صغير وام مغلوبه على امرها وانا طالبه في تانيه كليه وشايفه زميلاتها بيلبسوا اغلى لبس وبيركبوا عربيات على مستوى مستبطره عليها وتقنع نفسها انها زيهم. يا ستي طب ما انا زيك بالظبط ويمكن مستوانا اقل كمان، بس اهو اديني بطلع من الكليه اروح اشتغل فندق هاوس كيبر وهي الدنيا ماشيه يا ستي، وبكره ربنا يعوضنا ونطلع من الكليه نشتغل. يا سماح راجعي نفسي، انت عليا شغالك في الفندق اللي انا فيه ده وعلى دي بقيت تكسبي قرش حلال. فات الميعاد. يعني ايه فات الميعاد؟ الناس اللي انا بشتغل معاهم ما عندهمش حاجه اسمها تراجع في وسط الطريق، يا اما نكمل للاخر يا اما اقصد حاجه لفقوا لي قضيه اخد فيها مؤبد او يعرفوني. ليه يعني نبلغ عنهم يا ست؟ يا زيز لا قولي تعملي كده عشان خاطري. لا احنا لازم نلاقي حل. يلا اسيبك وامشي عشان تعبانه. مالك يا زينب؟ اتفضلي اقعدي. اهدي بس. يا فندم حق سماح، سماح بديه زي ما ضيعت الشباب كلهم. اهدي وفهميني، عندك معلومات جديده؟ ايوه، هي بتلمح لي الناس اللي هي شغاله معاهم دول ممكن يقتلوها لو فكرت بس انها تسيب الشغل معاهم. اديها الامان واحنا هنخليها شاهد مرف في القضيه، بس اهم حاجه نقبض على العصابه دي باي طريقه. طيب تمام، انا كمان ممكن اساعد في اي حاجه وممكن انفذ الاوامر اللي حضرتك تامرني بيها. انا نفسي بجد ان البلد تنضف من النوعيه دي. كمان زمايلنا في الجامعه بداوا يكونوا جبهه مقاومه للمخدرات وحمله كبيره جدا اسمها نار المخدرات، وانا كمان مشاركه فيها. يا ريت الشباب كلهم يكونوا زيكم كده. عموما انا فخور بك وزملائك جدا، ربنا يوفقك. شكرا جدا يا فندم، هستأذنك بس عندي شغل. اتفضلي والف شكر. زينة خدي بالك من نفسك. استنى ماح. ازيك يا باشا؟ ماح ازيك يا ماح؟ رايح فين؟ انا هروح العب هناك، امشي هناك. خد الحاجات دي يا بخوره. ايه ده؟ الله سماح، ربنا يخليك يا رب. سماح ربنا يخليك يا رب. عايز حاجه؟ شكرا يا بدر. ده ما عرفتش لما ركزت شويه. سماح مش عارفك، مهمتنا انجزناها بجديه يا فندم، بدانا نحط ابن سماح تحت الانذار، عايزين نعرف ليها مساعدين ولا لا، عشان لو ليها مساعدين نكثف المراقبه حوالين كلهم. يا شباب تمام يا فندم. انا غرباوي. تنام ليه؟ لا ولا حاجه، انا اصل كنت ايه جنب الجامعه مراقب سماح. قابلت واحد كده محتوه مجنون متخلف. ها؟ بدت اديتها في الكيسه، معاها كيسه، طلعت منها حاجه اديتها ايه؟ للمعتوه ده. كويس؟ وايه؟ خدت منه حاجه وراحت ماشيه. هو بقى واقف يشحت. ياخد من الناس فلوس، كلام سليم، ولا ياخد منه فلوس يديله حاجه. ياخد فلوس يديله حاجه. كذا مره عملها بس انا ما اعرفش ايه الحاجه دي. ازاي ما تعرفش الحاجات دي يا غرباوي؟ بس يا فندم انا كنت موجود لغايه الساعه 5.
ازاي ما شفتش الموقف ده؟ اكيد انا وصلت متاخر. هو انا هسيبهم؟ ده انا الغرباوي. يا جماعه لازم ننسق مع بعضنا اكتر ونركز جهودنا كويس ونحاصر العصابه دي في كل مكان. انت مين يا شخص؟ انت اللي مين؟ مش عايز شوف بطاقتك ولا حاجه؟ صدق فكره، وريني بطاقتك. اقف عدل يا شاطر، شوف انت بتكلم مين. يلا بينا يا حبيبي. يلا اجي معاك على فين؟ لا حاجه بسيطه، على الاسم، على شرب اتنين قهوه بس. سمير في ايه؟ سمير مين؟ مالك يا سمير مش مركز ليه؟ وحضرتك مين؟ انا؟ انت مين؟ انت اللي حضرتك، انت اللي مين؟ انا سلوى طالبه في كليه الاداب، وده زميلي. تشرفنا. بقول لحضرتك ايه، شوفي له حد يضمنه عفوا هاتي على الاسم. طب مش ممكن اخده او اضمنه؟ لا مش ممكن. ويلا بقى والنبي علشان خاطر عايز اشوف شغل انا، ما تعطلنيش عن تاديه وظيفتي. يلا يا ابني. ده الخيط يا فندم. خيط؟ لقيته واقف جنب مجمع الكليات هناك بس طاير، قلت اجيبه لسيادتك. اسمك ايه يا احمد؟ تمام يا فندم، خد الواد اشربه قهوه وهاته. خد على تعالى باكوي حب. ولا ايه يا باشا؟ انت بتعمل ايه؟ اما هوا. ايه؟ اما هوا. تشم هوا. واسمك ايه بقى؟ باكوي. ايه؟ باكوي. اتكلم عدل ما تستهبلش. انا اسمي باكوي. ولا اتكلم عدل احسن علاقتك على اسم باكوي. والله اسمي باكوي والله. خلاص ما تعيطش، خد. خلاص خلاص ما تعيطش، خد. ايه ده؟ هات بيه لقمه كده كلها. الله، شكرا يا بايزه، ربنا يطول عمرك يا رب، ربنا يطول عمرك. شكرا يا بايزه، شكرا يا بايزه، شكرا يا بايزه. شغل المباحث يخلي الواحد يشك في اي حد، حتى المعتوه ده شكيت فيه. تعال. انا اسمي سمير يا فندم، بس انا هنا ليه؟ ما هو بص، مجرد سؤالين. تعاونت معانا هتروح، ما تعاونتش احولك على النبي بوديك تقعدي مخدرات وتاخد لك 4 استمرار في 15 وربنا معاك. لا لا انا معاك في اي حاجه. تمام. تقعدي ايه؟ دي برشام. برشام مهدئة عاديه، عطيتها لي زميلتي في الكليه. اسمها سماح صح؟ سماح؟ ايوه يا فندم. بس حضرتك تعرفها منين؟ مع ان في ناس كتير قوي شغالين ديلر جوه. ما هي دي بقى مهمتك يا بطل، تجيب الاسماء دي كلها. بس يا فندم دول ليهم ظهر جاب وممكن نتأذي، وبعدين بصراحه كده مفيش حد هيحميني. عيب، احنا وراك دايما وهنحميك، بس انت تعاون معانا بجهد واخلاص وانا اطلعك شاهد ملك في القضيه لو ساعدتنا، بس مع وعد. وعد؟ وعد ايه؟ انك ما تعطاش الحاجات دي تاني. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان نقضي على الفساد ده. تفهم، هو ده شباب مصر اللي بيخاف على بلده. قول لي بقى سمير، ازاي سماح اقنعتك تاخد الحبايه دي تحت اي ظرف يعني؟ سماح شافتني النهارده قاعد وحيد مكتئب، قالت لي مالك يا سمير، شكلك يعني مش في المود. قلت لها ما انت عارفه، ما انت عارفه قصه حب لسلب، بس الظروف مش مساعداني. قالت لي ما انا قلت لك اشتغل معايا وهتحقق كل احلامك. لا طبعا، انا ما ضر زمايلي ولا باعه. قالت لي روق كده، روق كده وخد الحبايه دي هتشجعك وتخليك.
هتشجعك وتخليك كتير بدون مقابل محبة كده في الأول بس، إنما بعد التجربة لو طلب هتعوض بالسعر. في حد بيساعدها؟ حقيقي معرفش. تمام، أظن إنك كده بقت كويسة سمير، اتفضل روح خلينا على اتصال. شكرا يا فندم. ايه يا دنيا، ايه الاخبار؟ كويس يا رب دايما. انت مالك فرحان كده ليه؟ انا كده لما بشوفك ببقى مبسوط. يا سلام. ده غير كده انا لقيت وظيفه كويسه بمبلغ محترم، حاسس انها هتخليني في مستوى احسن. ما قلتليش ليه الكلام ده من فتره؟ كلامك المره اللي فاتت ليا سبب لي كارثه وخلاني استعين بصديق. ايه صديق؟ ومين الصديق ده عشان اكسر لك دماغه؟ ما تضايقش نفسك قوي كده يا سيدي، صديقه مش صديق. ومين الصديق يا سيدي؟ سماح. وخدت منها ايه انت بسرعه؟ اخسرها يعني، ادتني حبايه وبعدين روحت البيت وحسيت نفسي ان انا في حاله مش عارفه. انا هخليها ما تعرفكيش نهائي غبيه بنت. استنى بس يا تامر. صباح الخير يا سلمى. سمير انا كنت قلقانه عليك من امبارح. بجد؟ طبعا. امبارح بس ولا قبل كده؟ لا على طول، طول الوقت بتفكر فيه. لا ما تقلقيش، الضابط طلع متفاهم جدا وكان مثال حقيقي لضابط الشرطه النموذجي وتفاهم مع موقفه. ياه انا كنت خايفه جدا لدرجه اني ما نمتش طول الليل. احنا لازم نتحرك بسرعه ونعمل خطه عمل لحمله ليلى المخدرات. فعلا محتاجين ده بسرعه. طيب اتصلي بالمجموعه كلها وهنتقابل كمان شويه هنا في الكافيتيريا، لاننا بجد محتاجين نقضي على كل بؤره الفساد والمخدرات اللي في البلد. تمام يلا بينا. ولازم نحذرهم بعدم التعامل مع اسماء معينه، خصوصا اني انا وقعت فريسه في ايدين واحده منهم. بس احنا المفروض كاشخاص مثقفين يصعب التاثير علينا، ولا ايه يا جماعه؟ يا تامر انت ما تعرفش الانسان لما بيحس ان كل طرق السعاده مقفوله قدامه بيلجا للهروب الزائف عن طريق المخدرات. كلام جميل صح، خصوصا ان المخدرات بتدور الانسان وتخليه ممكن يرتكب اعمال هو اصلا مش لاقيها بيها. لكن مره ورا الثانيه هنوصل للاخطر من المشكله دي، هنوصل للمدمن. يبقى احنا لازم نعمل خطه سريعه نقاوم بيها كل دوت، وكل واحد ينشر على حسابه الخاص على السوشيال ميديا ويوعي فيها من اضرار المخدرات، ولازم نتصدى ونقف لاي عضو من الجامعه يحاول ياثر علينا. كلام نرمين صح، وعشان كده يا جماعه لازم كلنا نبدا من النهارده. نقعد معاكم؟ ده شرف ليكم اني اقعد معاكم، بكره هبقى هانم وما توصلوش حتى لمستوى الخدم اللي عندي. بالسلامة. شوف يا زينب يا بنتي، انا عارف انك بتتعبي كتير قوي عشاننا وعشان تصرفي على البيت وتصرفي عليا. ما انا عارف انا راجل كفيف مفيش بايدي حاجه اعملها يا بنتي، وانا فخور بيك يا زينب، فخور بيك يا بنتي. يا حبيبي ده انا اللي فخوره بيك يا بابا، كفايه انك راجل شريف وعمرك ما مديت ايدك على قرش حرام. الحرام ربنا يكفينا شره يا بنتي، ربنا يكفينا شره يا زينب، ربنا يكفينا شره. انا نازل يا بنتي. رايح فين يا بابا؟ يا بنتي اروح اشم هوا شويه، الواحد تعب وزهق يا بنتي. طب تحب اجي اوصلك؟ لا يا بنتي ربنا يخليك، انت لسه بتتعبي وبتشقي وعندك شغل في البيت، ربنا يقويك يا زينب. خلي بالك على نفسك يا بابا. ربنا يستر يا بنتي. يا حبيبي يا بابا، امتى يجي اليوم اللي اقدر اساعدك فيه واعوض لك ربع جمايلك عليا؟ يا احسن اب في الدنيا. انا صور غرباوي. بحضرتك شريف بيه بيقول لك لو فاضيه النهارده اقعد عد عليه في الاسم. في حاجه ولا ايه؟ لا يا فندم مفيش حاجه. يعني ده مش استدعاء رسمي؟ لا 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 هو قال لي ما تخدهاش، لو سيادتك يعني براحتك مش فاضيه يبقى براحتك بلاش. خلاص يا عم غرباوي يقول له ان انا في اقرب وقت هعدي عليه. حاضر يا بنتي. سلام عليكم. عليكم السلام. أنا يا
زينة. أهلا يا فندم. أنا آسف إني أزعجتك لما بعت لك غرابة. لا مفيش حاجة عادي يعني. أمرني يا فندم. لا أنا قلت يمكن عندك معلومات جديدة، خصوصا إن أنت اللي أعطينا الخيط الأول في القضية، ودلوقتي إحنا بنكسر شغلنا جدا وقربنا نوصل للنهاية ونقبض على العصابة. عشان كده أي حد يقدر يساعد لازم يساعد. ربنا يوفقك والله يا فندم. أنا كمان بجد لو جات لي أي معلومات فعلا هاجي أبلغها لكوا على طول، مش هبخل على حضرتك يعني. شكرا يا سيدي. ايه الحكاية؟ وايه اللي مجمع المجموعة الغريبة دي كلها مع بعض؟ مش عارف صحيح يا فندم. كده وصلنا للعصابة. سماح هي اللي خلتنا نربط كل الخيوط ببعض. بس الراجل اللي دخل في الأول ده واضح انه رئيس العصابة، ولا الولد التخين اللي جه في الآخر؟ أنا متهيألي شفته قبل كده ولازم أفتكره. بس ذاكرتك قوية وحديد. بس افتكرته، ده الولد معتوه اللي شحت مننا. ده بقى واحد من العصابة يا غرباوي. تبقى كده المسألة تاهت. ده بالعكس، ده كده كل الخيوط بدأت تظهر وتبان. يا سلام، تمام التمام يعني؟ كله تمام. طب بقولك ايه يا باشا، تعالى نشربوا بقى كوبايتين شاي. غرباوي احنا مش هنتحرك من هنا الا لما ينزلوا كلهم تاني. باشا باشا. ايوه يا ابني. مين يا ابني؟ انا بكري يا ابني، مش عارف صوتي. ايه يا عم مفيش حاجة. البص بعد ما وصلت لحد فوق وطلعت المكتب بتاعه قال لي روح دلوقتي السلوم هات لي بضاعة من هناك، قدرني تقديره سودا. يا عم مش حاجة يا عم. خلاص اشوفك على المركب. يلا سلام. يا حسام ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم. وصلنا النتائج هايلة جدا. صورت العصابة فرد فرد. نعم انت بتهزر. لا يا فندم مش بهزر، ده انا عملت نفسي بتكلم في التليفون وصورته فرد فرد. فجر اشرف بيه. وانا استغرب افتكرك بتكلم بيه يا حسام بيه، بس ما قدرتش اشاورك والله اعرضت. بس الراجل واضح انه الزعيم ده شكله مش غريب عليا. وريني يا فندم. فعلا يا فندم شكله مش غريب علينا. بص كده غرباوي تعرفه؟ اه والله شكله مش غريب عليا. هات يا غرباوي كده. هات مين ده؟ اتفضل يا فندم. عارفين ده مين؟ مين يا فندم؟ ده الزعبلاوي والد زينب. زعبلاوي؟ حسام روح هات لي اذن النيابه حالا. تحت امرك يا فندم. احنا ليه كل ما نجتمع بيكون الحال اسوأ من اللي قبل منه؟ يا ريس احنا شغالين وبنلاقي صعوبات بس شغالين رغم وجود حملة اسمها لا للمخدرات. لا للمخدرات. ما بقالها طول عمرها شغالة في حملة لا للمخدرات ولكن بتجيب نتائج عكسية قوي، كأنها بتعمل دعاية لينا وبتزود مبيعاتنا. اسمعي يا سماح، انا عايزك تكثفي الشغل الفترة اللي جاية قوي عشان يكون عندنا هدف نحققه كل شهر. سمعاني؟ خلاص يا ريس، يبقى خلينا متفائلين ونوسع الدايرة. وخدي بالك برضو الشباب المحتاج ده لازم نحط تحتيه ثلاث خطوط، عشان الشاب من دول بيشتغل ويصرف عشان يظبط دماغه ويصرف على منجاه. بص يا باشا، زي ما انا بقى بعمل، اخش على الزبون الحايه اعرف هو عايز ايه، اعمل نفسي بتكلم في التليفون. معايا بانجو، معايا حشيش، معايا كل حاجة تخطر على بالك، أي حاجة لزوم الدماغ موجودة، حشيش، بودرة، أي حاجة. برافو عليك يا جنج. أهو شفت بقى، الجنج ده مش جامعي، بس ولد بيعرف يصطاد الزبون بحرفنة. أنا عايز الشغل كله يبقى بالطريقة دي. وبعدين أنت برضو ست العارفينة سماح، عموما
احنا كده هنخلص الاجتماع بتاعنا ونجتمع الاسبوع الجاي علشان نعرف ايه النهايه. معايا؟ ماشي يا بوس. كل اسم مكان ولا حرك. فيها باشا؟ فيها حضره الضابط. فتش المكان. الاسم هتعرف اسم ايه؟ انت دخلت هنا ازاي؟ يلا دخلت هنا ازاي ومعاك اذن نيابه عشان انت تخش هنا؟ يلا غرباوي. ايوه ايه ده؟ كلم زملاتك، كلم الوزير، مفيش فايده. يلا بينا عليك. زينب بنتي. لا يا زينب، لا يا زينب، لا، ما كانش، ما كنتش عايزك تشوفيني في المنظر ده يا زينب. شوفك وانت منهارة. يا بنتي عملت كل ده عشانك، عشان اعمل لك مستقبل، عشان اخليني شكل. الدنيا زينب، الدنيا غدارة، غدارة يا زينب. لا مش هقدر اسيبك يا زينب، مش هقدر اسيبك وانت في الموقف ده. زينب يا بنتي ما قصدتش ابدا يا زينب، انا بحبك يا زينب، بحبك يا زينب، وعملت كل ده عشانك. سامحيني يا بنتي، سامحيني يا زين. شو صدقها بجد؟ شو صدقها انت؟ تعال معايا. تعال يا فندم، سيبه وروح انت. بنتي سامحيني يا بنتي، يا ريت ما تقولش الكلمة دي تاني. نار بتحرقني، عاملة زي الجمر اللي بيحجر عليا. طول عمرك معيشني في فقر، بس كنت بقول ابويا طيب وحنين ومثل الشرف والأمانة، بس كل ده كان زيف وخداع. ازاي كنت بتمثل عليا انك كفيف وأعمى؟ طب يا شيخ يا ريتك كنت كفيف، يا ريتك كنت فقير، انا كنت عايزاك كده. انا عايز اسالك سؤال مهم، ازاي الطيبه والحنان والامانه دي كلها تحولت لقسوه والم؟ ازاي؟ ازاي اتحولت لقتل الاف من الشباب بالسموم اللي كنت بتوزعها انت عم بخلبك القذرة؟ سماح وبكري والله ما اعلم مين تاني. عمرك ما تخيلت ان الشباب اللي ماتوا بسبب اللي انت عملته فيهم كنت ممكن ابقى انا واحدة منهم؟ لا لا يا زين، لا يا حبيبتي، انت بنت حبيبتي اللي ادفع ثمنها، انت بنت حبيبتي اللي عملت كل ده عشانها. ما تعيطيش يا زينب، ما تعيطيش يا بنتي، حرام عليك بجد، مش مصدقه.